طيب طب المنطق بعينه ان احنا نروح للسعوديه ومعانا الزميل والناقد الرياضي الكبير الكاتب الصحفي والاعلامي الاستاذ احمد الشمراني من السعوديه. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا وسهلا، حياك الله استاذ ابراهيم، والتحيه موصوله ايضا للباشمهندس والاخوه المشاهدين وللامه الاهلاويه في كل مكان. وحشنا صوتك ولعلك بخير دايما. الحمد لله بخير. اللي احنا تابعنا تصريحات هنا في بعض المواقع او بعض صفحات السوشيال ميديا الحقيقه منسوبه الى مستر بيتسو موسيماني، انه بيقول ان انا في مصر ما كانش التحكيم كان بيساند الاهلي فما كانتش مهمتي سهله، لكن انا دلوقتي في السعوديه الامر صعب شويه لانه التحكيم شديد شويه. هل موسيماني نشرت له هذه التصريحات على اي وسيله اعلام سعوديه؟ والله يا استاذ ابراهيم، عندما وصلني استفسار منك جلست طبعا ابحث، ربما انا ما ادري وانا القريب من الاهلي والقريب، ولا وجدت له اي تصريح بهذه الصيغه او بهذه الصياغه، ولم اجد له الا كلام جميل قالوا طبعا عن تجربته مع الاهلي المصري، وكلام اجمل ايضا قالوا عن تجربته القادمه ان شاء الله مع الاهلي رغم صعوبة الظروف. أما مسألة الإساءة فلم يتحدث هذا الرجل بأي كلمة عن تجربته مع الأهلي إلا من ناحية الإيجابية. بعد ما قريت التصريح حتى عنه وجدت أنه للأسف الشديد في موقع لا يعتد به طبعا ولا يمكن البناء عليه. أنا على الصعيد الشخصي أيضا حتى أكون مثلا متيقن من كل شيء تواصلت مع مساعده اللي هو الكابتن يوسف عنبر، فقال له احنا الان في المطار وذاهبين للمنطقه الشرقيه وعندنا مباراه بكره مع القادسيه، والكلام ذا ما له اساس من الصحه. بالتالي اعتقد انه مثل هؤلاء طبعا اعتادوا دائما انه يدفقوا الاخبار يفبركوا الاخبار، والهدف ليس طبعا موسيماني شخصيا بقدر ما هو اساءه للقلعه العظيمه الاهلي، لكن تماما رجل بهذا الوعي ورجل بهذه التجربه ورجل ايضا سجل من خلال الاهلي انجازات، طبعا لا يمكن نقول هذا الكلام ولا يمكن يتفوه بهذا الكلام، واقدر اكد لك بما لا يدع مجال للشك ان الرجل منذ ان وصل المملكه العربيه السعوديه حتى اليوم في اي تصريح له لم يذكر تجربته مع الاهلي المصري الا بكل خير. يا احمد بيه، يعني احنا اولا نحييك على حرصك على تحري الحقيقه وتعق، وهذا هو الإعلام السليم والمهنية المضبوطة، أن تتحرى وتتعقب الخبر وتشوف مصدره إيه ومدى مصداقيته وتوثقه، ورغم أنه يبدو أن ناس كتير تقول لك وإحنا مالنا مال التصريح ده بيمس الأهلي المصري، ولكن أن ينسب إلى تصريح لمدرب موجود مع نادي سعودي بهذا الشكل، فأنت سعيت لتحرر الحقيقة ولم تكتفي بأنك تشوف ما التصريح فين، ولكن سعيد انك تتواصل مع مصادر لصيقه بمستر موسيماني وتوصلت الى المساعد بتاعه واكدت على المساعد بتاعه ده المترجم مش كده؟ لا، المساعد يوسف عنبر المساعد السعودي اللي معاه. تمام. فهذا الحرص هو هنا المصداقيه لما تقول حضرتك، واللي احنا كنا حريصين ان احنا نتواصل معاك لان ده تاريخك بيقول كده، بيؤكد على هذه المصداقية. للأسف يا أستاذ إبراهيم، طبعا تعرف أنت بعض المواقع تحاول بشتى الوسائل أن تكبر من خلال الكبير الأهلي، طبعا الأهلي أنت تعرف مجرد كتابة حرف حوله أو اجتهاده أو خبر، فيما بالك عندما أيضا يقدم طبعا تصريح بهذا الشكل، من الطبيعي جدا أن نتلقه كل وسائل الإعلام اللي تبحث عن الإثارة، والصحف الصفراء طبعا باتت شر لابد منه في اعلامنا بشكل عام العربي، لكن على المستوى الاعلام السعودي ثق تماما ويثق جمهور الاهلي ويثق كل عاشق للرياضه في مصر، لان هذا الرجل لم يتفوه بكلمه ولم يقول كلمه واحده في مثل الاهلي، والتصريح اللي طبعا ارسله لي الاستاذ ابراهيم منذ ان ارسله لي وانا ابحث طبعا في وسائل الاعلام ما وجدت اي كلام له، بالاضافه حتى اعزز حقيقه انه هذا الكلام مفبركة، اتصلت بالكابتن يوسف عنبر قال اكلمك وهذه مفبركة، وارسلت برضه رساله للاستاذ ابراهيم، وبالتالي مثل هذه الاخبار
يجب لا نتوقف عندها، لكن إيضاحها طبعا عندما تمس كيان كبير زي الأهلي أو تمس حتى أيضا الرياضة بشكل عام في مصر، من الطبيعي جدا أن نظهر ونوضح. وأعدهم أيضا مستقبلا إن شاء الله بعد ما يعود الأهلي من المباراة القادسية أن يضع التصريح كما هو أمام موسيماني، وإن شاء الله هو من خلال حسابه الرسمي يقدم الحقيقة كما هي، رغم أني أنا الآن ونطلع معكم أملك الحقيقة اللي ذكرتها في البداية وأذكرها الآن، أن هذا التصريح اللي نسب لموسيماني لا أساس له تماما، لا في الصحافة السعودية ولا في أي موقع رياضي. أنت عارف، بالتالي فتشوا عن المستفيد. أنت عارف بالضبط، أنت عارف يا أستاذ أحمد، أنا يعني سألت حد من هذه الصفحات الكلام ده شفتوه فين؟ قال لك في الرياضية السعودية. فكلمت صديقنا العزيز صالح الخليف نائب رئيس نائب رئيس تحرير الرياضية، نفالي جملة وتفصيلا ان تكون الرياضية هي اخرى نشرت حاجة زي ده. قال لي ما حصلش خالص، وقال لي انا حتى ما قريتش ده في اي موقع سعودي. انا قلت لك في نهاية كلامي فتش عن المستفيد. انت اليوم للأسف كلمة مهمة جدا يا استاذ، فتش على المستفيد. صحيح، فتش على المستفيد. هتجد شاورت موضوع تجده دايما مصدر هذه الاخبار. بس هذا هي. لكن اللي يعجبني اولا في النادي الاهلي، واللي هو قدوتنا في الرياضه على مستوى الشرق الاوسط ليس على مستوى مصر فقط، يزيد التعامل مثل هذه الاشاعات، يزيد التعامل مثل هذا الصخب، يزيد التعامل مثل هذه الفبركات، مثل هذه الاستفزازات، يرد عليها بالصمت. ودائما وابدا صمت الحكيم يكسب في الاول والاخير. ولا انسى وانا معكم الان على الهواء اني متابع جدا للرياضه المصريه، للاعلام المصري بشكل عام، ومتابع ايضا للاهلي كونه احد الانديه اللي يتشرف بالانتماء لها من قبل ان ابدو عمل الاعلامي. وبالتالي اعتقد ان السياسه الاهلاويه يجب ان تكون دستور يدرس على مستوى الرياضه في العالم العربي، وليس على مستوى الرياضه فقط في مصر. هناك ايضا للنادي هيبة، هناك قيمة، هناك استراتيجية، هناك أيضا أسس ومعايير لا يمكن أن يحيد عنها، يستفز، يشتم، يشوه، ولكن في النهاية يترك الأمور طبعا للعقلاء، ويا كثر العقلاء في رياضتنا. فبالتالي أنا أهنيكم وأهني نفسي بوجود نادي بحجم الأهلي، بوجود إدارة أيضا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي إذا نطق يقول المستحق، رغم أن الرجل ما ينطق إلا نادرا ونضيع في صمته دائما. ولا نملك الا تعالىه بالشفاء العاجل، ولنادينا الحبيب الاهلي بالتقدم، والله هلا بالدوري يا كابتن. ونحن بدورنا نهنئك ونهني انفسنا ونهنئ الاعلام السعودي والعربي بوجود نماذج موضوعيه زي حضرتك، وعلى تواصل مستمر من اجل اظهار الحقائق وتقديم الثمين وليس الغث للمتلقي لمصلحه الرياضه. شكرا. وهذا هو المطلوب، الاعلام وضع من اجل ان يكون جزء من الرياضه، وما وضع من اجل ان يخلق مشاحنات، ان يخلق تعصب. لكن زي ما قلت في الاول والاخير، انهي مكالمتي معكم اذا حدثت مثلا مثل هذه الاخبار، فتشوا عن المستفيد ترى ما هو بعيد عنكم. فتش عن المستفيد، يعني هي دي فعلا اليوم المقولة الحكيمة للكاتب الصحفي السعودي المتألق الأستاذ أحمد الشمراني. شكرا جزيلا ليك، ودايما متواصلين على خير. شاكرين جدا. شكرا جزيلا. وأعتقد أستاذ إبراهيم، آه، فتش عن مستفيد في كل حاجة بقى بتكتب اليومين دول ضد النادي الأهلي، فتش عن المستفيد. طالما أنها مش منسوبة لمصادر موثقة فتش عن. والجمله دي يا جماعه انا بوجهها لحبايبنا اللي بحسن نيه ربما بيرددوا بينشروا امور تسيء للاهلي بلا دليل. الاستاذ ابراهيم لما ذكر موقع بعينه هو لا يشير باصابع الاتهام للموقع، ولكنه لا، هي التصريحات دي انا قريتها عليه. ما انت قريتها عليه، احنا بنقول لهم بقى خدوا بالكم انتوا يا اهلاويه، خدوا بالكم، يدس السم في العسل. وده نوع من النقر على الحلال الفارغه.